رجل خير وبسيط ومحب للآخرين بشهادة الجميع، يؤذن ويؤم المصلين ويخدم الجامع بإخلاص وحب. ومع كل صفاته الجميلة هذه لم يسلم من التنمر والسخرية في منصات التواصل الاجتماعي. الشخص الذي نحدثكم عنه ليس عراقيا بل عامل بنغلاديشي، أثار ضجة واسعة بعد أن رصد وهو يؤذن في أحد المطاعم الكبيرة في قضاء طوس خرماتو، ليلاقي الفيديو انتشارا وعناوين كثيرة. لم تخلو السخرية طبعا في هذه القصة، أيضا لم يخلو من الانتقاد والتهكم على صوته كحال ما سنشاهده الآن في مقطع الفيديو. العم محمد أبو القاسم يعمل ويكسب المال من تعبه وعرق جبينه، لكن بسبب صوته كما سمعنا الذي لم يعجب البعض من زبائن المطعم ولا من المترددين إلى المنطقة، تعرض للانتقاد عندما كان يؤذن ويتهيأ لصلاة الجماعة مع المصلين. فما وثق صوته في المقطع قام بنشره في السوشيال ميديا ليتفاعل معه المدونون بردود فعل كثيرة، بين من أيد حملة التنمر على صوت العم محمد وأكد ضرورة عدم السماح له بالأذان مجددا، وبين آخر عرض تلك الهجمة الشرسة ضده وطالبه بالاستمرار والتغاضي عن منتقديه كون صوته لا غبار عليه. أول تعليق معنا سيكون من عبد الله. يقول عبد الله في تعليقه، عبد الله يقول في هذا التعليق: بارك الله فيك أخي أبا القاسم، لأنك رجل محترم تعمل بشرف وتؤذن وتأم المسلمين وفي ميزان حسناتك استمر. تعليق من أيمن القيسي: الأذان للصوت الجميل وبس، هاي حقيقة ولازم الكل يتقبلها، واللي جاي يسمع صراحة صوت لا يطاق سماع، فأنت مو مضطر تأذن ولا مجبرين نسمعك. تعليق آخر من علي تيم: الرجال شوي راد لزيت الخروع يتحسن صوته. تعليق آخر من سهيلة: حتى رجل الدين تتنمرون عليه، شلون قابلية عندكم؟ الرجال جاي يقول لكم أني مؤذن وخادم جامع، فليش التنمر؟ مو عيب، هي هاي أخلاق المسلم، استحوا وارتقوا شوية. تعليق من علاوي يقول: أبو القاسم إنسان محترم وخلوق، يشتغل عامل بمطعم ويأذن بأوقات الصلاة لوجه الله، وهذا صوته، اللي عجبه يسمعه أهلا وسهلا، واللي ما عجبه ببساطة لا تجي للمطعم، انصرف وكف بلاك عنه.